أحسن الله إليكم. الأخت أم مرام تقول: أرجو من الشيخ نصيحة، فقد شاهدت في بعض مناسبات الزواج من بعض الأخوات أداهن الله يعني لبس القصير والتساهل في إظهار الأيدي عند النساء وكشف الشعور، نرجو نصيحة لهن مأجورين. هذه مصيبة عظيمة وكثر ذكرها والتشكي منها في هذه الاجتماعات بين النساء. عليهن أن يتقين الله ويحذرن من سخط الله عز وجل، وأن ينكرن المنكر ولا يرضين بذلك، أمنعن بناتهن من هذا المنكر. والواجب على الرجال أن يقوموا على النساء ويمنعوهن من ذلك، وهذه ظاهرة منكرة. كون الشابة أو المرأة تأتي وقد كشفت ما لا يجوز كشفه من بدنها، تكشف ظهرها وصدرها وعضديها وساقيها وهي مسلمة، كيف المسلمة تعمل هذا العمل؟ والله جل وعلا أوجب عليها الحجاب، أوجب عليها الستر. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فالمسلمة تتقي ربها عز وجل، ولا يأخذها التقليد الأعمى والتغريب الذي فشى عند النساء اليوم. مع الأسف الآن الملابس أكثرها أو كلها ملابس غربية، لا تستر ولا تجمل الهيئة، لا تستر، ليس فيها جمال حتى، ولا تستر المرأة، فهي ملابس فاضحة وعارية فيها تشبه بالكافرات والفاسقات. عليهن أن يتقين الله عز وجل، وأن يقوم بعضهن على بعض في إنكار المنكر، وولاة أمورهن من الرجال أيضا يقومون عليهن. هذه ظاهرة قبيحة نخشى من عقوبتها على المجتمع كله. نعم.